إلها خاصية عند الدولة، والدولة اليوم هي التراث الأصيل، هو الآثار. عندنا هذا القصير قديم وعالم تيجي تشاهده، بس الطريق عسر، يعني طريق ما إله، يعني يبعد عن السماء وما يقارب 120-130 كيلو، طريق ما معبد لها طريق زين. أكثر شيء هنا في الآلية هاي المزارعين تعاني من ناحية الطريق. أولا منطقة أثرية، وشيء ثاني ماكو دولة تعاني هذا الظرف، والمواطنين هنا الأغلبية حتى رعاة الغنم إخواننا ذول الرحالة موجودين تارسين منطقة ترس، ومنطقة أثرية وعليها، يعني لو الدولة تنظر لنا وتنظر للمنطقة، لا بالله هي وارد للدولة أحسن وارد. استثمار أرض زراعية وأرض أثرية من ناحيتين، ناحية الآثار وناحية الزراعة، وإحنا مزارعين من 92 لحد الآن. تضم البادية الجنوبية للعراق عدة مباني أثرية. هذه المباني الأثرية يعتقد الكثير من أبناء العراق أنها تعود إلى بعض العشائر العراقية، لكن هذه المعلومة للأسف ليست صحيحة، وإنما هذه مسالح ساسانية على حافة الصحراء لرد الغزوات البدوية على حواضر المدن الساسانية في العراق، منها القصير، منها الشقرة، منها القيم. هذه مجموعة مباني، والملاحظ لها تقع على ضفاف وديان عميقة. مثلا القصير يقع على الشعيب، هذا الشعيب ممتد من الأراضي السعودية إلى أن يصل منطقة بوغار. هذا مسلحة ساسانية بنيت بالقرن الأول الهجري، عفوا الميلادي، من قبل الساسانيين، وتصميمه كحصن الدراسة استخلصها أحد طلبة الآثار عندما زار المكان وكنت برفقتي وحللنا الحجر نوعية الطابوق المستخدم في بناء هذا، وجدنا أنها تعود إلى العصر الساساني.